اتصل رجل من الناس على عالم من العلماء. عالم مسلمان أراد تلفونك إليك. وقال عندي أخ مريض. فدريجي عالم دريجبرك إني نخش خير. هل يمكن أن تقرأ عليه الرقية؟ دريجت تذكري ليرة رقية بخونه يعني ليرة قرآن بخونه. قال أن تقرأ عليه هو يقرأ على نفسه لماذا تأتوا عندي؟ أو عالم دريجي وخش سردا بخونه تكش ما نكاري سردا بخوني. قالوا أنت عالم. دريجي نت عالم يتمارا بخونه. قال أنا عالم أنا عبد. رجع عالمين ما أسكولك قاضي تأكلي ما أنتم تطلبوا من الله لا تطلبوا من العبيد. رجع أنجز رب علمي بغضن أنجز من نغضن أقول أنا غضن. قالوا نحن لا نحفظ القرآن. رجع نام قرآن النزان حافظ القرآن مين؟ قال تحفظ الفاتحة. رجع تفاضحي زاني. نعم كل مسلم يحفظ الفاتحة يصلي بها. أو ما برز رجع أري هر مسلم فاتحي زاني. قال الحمد لله تحفظ الفاتحة أقرأ وهو يقرأ على نفس الفاتحة يبرأ. يا أول سر خدا سورة فاتحية الحمد لله رب العالمين برا أوي سر خدا بخونه. قالوا قرأنا لم يبرأ. أوي إنسان جاود ده يعلم إذا أي عالم ما خاندي أما فايدة نده. قال يبرأ بإذن الله. بمزي فايدة بدأ إن شاء الله وده وقت. فلهذا لا نذهب نحن نقرأ على أنفسنا لا نذهب إلى الرقاء إلى هؤلاء الذين يعني يصنعون هذه الأشياء. سويش أم جري خسر خدا بخون أم ناس محتاجة تكاسي نامن بتشا إيشي كده محتاجة تكاسي نامن ورتاق الرب علام داج محتاجة تكاسي نامن خسر خدا بخون. لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة رضو الله عليهم من يتفرق ويجعل دكان مثلا للرقية. سويش زمان في خنبري ماذا تشتكي ساتنا بي أكي خلا دكانك ذاكرية ما فرش هاتنا بالدا سر خدا دانا خاندنا يالي رحم ترى يستمع.